السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء في مبحث الكيمياء للصف العاشر معكم المعلمه نسرين جميل قزعات تحت اشراف الاستاذ اياد النبي عنوان درسنا لهذا اليوم استخدام المعادله الكيميائيه الموزونه في الحسابات الكيميائيه الجزء الثاني وتحديدا استخدام المعادلة الكيميائية الموزونة في الحسابات الكيميائية حجم إلى حجم أهداف الدرس يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تعرف مفهوم الحجم المولي للغاز في الظروف المعيارية وأن تحسب حجم الغاز في الظروف المعيارية وأن تستخدم المعادلة الكيميائية الموزونة في الحسابات الكيميائية حجم إلى حجم في البداية أعزائي الطلاب اصطلح العلماء على وجود ظروف محددة عند التعامل مع حسابات الغازات، سميت هذه الظروف بالظروف المعيارية القياسية Standard Temperature and Pressure وتختصر اس ما هي هذه الظروف المعياريه؟ هي واحد ضغط جوي وصفر درجة سيليزيوس، إذا الظروف المعيارية واحد ضغط جوي ودرجة حرارة تساوي صفر درجة سيليزيوس. وجد العلماء من خلال التجارب أن مول واحد من أي غاز ولكن بشرط أن يكون تحت الظروف المعيارية اللي حكيناها واحد ضغط جوي وصفر درجة سيليزيوس وجدوا أنه بيشغل حجم مقداره 22 و4 لتر إذاً ثابت هذا الرقم ثابت أي واحد مول من أي غاز ولكن بشرط ان يكون تحت الظروف المعياريه يشغل حجم مقداره 22.4 لتر وسمينا هذا الحجم بالحجم المولي. اذا الحجم المولي ايش يعني؟ انه الواحد مول من اي غاز يشغل حجم ثابت، هذا الحجم يساوي 22.4 لتر، اذا الحجم المولي يعني حجم واحد مول من اي غاز كم؟ 22 و4 لتر يعني ثابت اه هذا الرقم ثابت 22 و4 لتر احفظوا عزيزي الطالب اذا الان عزيزي الطالب المول يعني من خلال الدروس السابقه بنستنتج انه لها ثلاث دلالات اليوم اخذنا الدلاله الثالثه للمول اخذنا المول ككتله وكان اسمه اسمها الكتلة المولية أخذنا المول كعدد وكان بمثله عدد أفوجادرو من الذرات أو الجزيئات أو الأيونات وكنا نحكي أنه هذا العدد ثابت 6 و 23 من ألف ضرب 10 و 23 واليوم بنأخذ الدلالة الثالثة للمول اللي هي المول كحجم واللي هو سميناه الحجم المولي وهو ثابت 22 و 4 لتر تمام؟ إذا هذه الثلاث دلالات لكلمة المول تمام اذا الان هل هناك علاقه ما بين عدد المولات والحجم يعني المول الواحد حكينا حجمه 22 لتر طب الاثنين مول كم حجمها رائع 2 ضرب 22 و4 لتر ال5 مول 5 ضرب 22 و4 لتر وبالتالي امامك العلاقه عزيزي الطالب الحجم في الاعلى عدد المولات وعندنا الحجم المولي، اذا حجم اي غاز ماذا يساوي؟ بطلع الحجم يساوي عدد المولات ضرب الحجم المولي، طب لو بدي عدد المولات بدلاله الحجم، ايش عدد المولات بتساوي؟ الحجم على الحجم المولي، طبعا احنا اخذنا بدلاله الكتله عدد المولات ايش بتساوي؟ عدد المولات بتساوي الكتله على الكتله الموليه، اليوم بناخذ عدد المولات بدلاله الحجم، الحجم على الحجم المولي، تمام؟ طيب الآن من العلاقة هذه في عنا قانونين اللي حكيناهم الحجم يساوي عدد المولات ضرب الحجم المولي والقانون الثاني عدد المولات يساوي الحجم على الحجم المولي إذا هذه هي القوانين المهمة اللي ممكن أنا أستخدمها الآن كيف بتيجي الأسئلة؟ انظر عزيز الطالب احسب الحجم الذي يشغله خمسة مول من غاز الهيدروجين في الظروف المعيارية حلو السؤال احنا نعلم انه الواحد مول حجمه 22.4 لتر، طب 5 مول من غاز الهيدروجين؟ مباشرة اكتب القانون عزيزي الطالب، عدد الحجم ماذا يساوي عدد المولات ضرب الحجم المولي. عدد المولات 5 ضرب الحجم المولي كم؟ رقم ثابت على طول 22.4 لتر، احفظوا الحجم المولي 22 4 لتر، يعني 5 ضرب 22 4 حيطلع لنا الجواب 112 لتر، تمام؟ إذا هذا السؤال احسب حجم غاز الهيدروجين. طيب الان حيطلب عندي احسب حجم ماده ولكن من خلال معادله كيميائيه موزونه، لانه انا عنوان درسي استخدام المعادله الكيميائيه الموزونه في الحسابات حجم الى حجم، ركز عزيزي الطالب احسب حجم الان او، تمام بدنا حجم غاز الان الناتج في الظروف المعياريه من تفاعل أربعة لتر امونيا، أربعة لتر من الامونيا، الان زي ما اخذنا في مول لمول او في كتله لكتله دائما عزيزي الطالب حدد الماده المعلومه والماده المجهوله، مين المادتين اللي حكى عنهم السؤال الماده المعلومه والمجهوله؟ الان او الماده المجهوله والان اتش 3 الماده المعلومه، حكى لي في السؤال احسب حجم اذا لا حكى لي احسب عدد مولات ولا احسب كتله، يعني السؤال حجم الى وطالب والماده المعلومه اللي اعطاني عنها بددو حجم، اذا السؤال حجم الى حجم إذا الآن تستطيع عزيز الطالب من خلال السؤال تعرف هل السؤال مول لمول ولا كتلة لكتلة زي الدرس السابق اللي أخذناه ولا حجم إلى حجم زي درس اليوم الآن ححط المعادلة أمامي هي المادة المعلومة والمادة المجهولة كيف طريقة الحل في حجم إلى حجم سهلة جدا عزيز الطالب أول خطوة جيب علاقة مولية بين المادة المعلومة والمجهولة رائع سهل تمام يلا أربعة مول من الـ NH3 طبعاً الرقم اللي قبل الـ NH3 بيمثل عدد المولات، إحنا عارفين هذا الكلام. ينتج كم مول من الـ NO؟ أربعة مول من الـ NO، تمام إذا هي الخطوة الأولى سهلة جداً، إذا سواء مول لمول ولا كتلة لكتلة ولا حجم لحجم دائماً بنعمل هذه الخطوة، علاقة مولية من المعادلة، أربعة مول من الأمونيا تنتج أربعة مول من الان الان اتوقف قليلا هل مباشره ابدا اعوض زي مول لمول لا لانه اعطاني أربعة لتر بنفعش يكون فوق مول وتحت لتر طيب هل اضرب بالكتله الموليه طب انا بديش كتل ما حكاليش احسب كتله آه حكالي احسب حجم يعني اضرب في مين اذا كتله بدي اضرب بالكتله الموليه طب الحجم ممتاز اضرب بالحجم المولي رائع الان حنزل الاربعه ضرب المول الواحد من الـ NH3 كم حجمه؟ 22.4 لتر إذا أض الخطوة الثانية أضرب بالحجم المولي، نزل الأربعة ضرب أضرب بالحجم المولي اللي هو رقم ثابت 22.4 السهم ينزل بنزل الأربعة ضرب الآن NO نفس الكلام واحد مول من الآن أو كم حجمها؟ الحجم المولي 22.4 وأربعة، إذا الآن حولنا العلاقة المولية إلى علاقة حجمية أصبح لدينا 4 ضرب 22 و 4 لتر من الأمونيا أصبح لدينا 4 ضرب 22 و 4 لتر من الأنو على الآلة الحاسبة طلع الجواب عزيزي الطالب بطلع عنا 89, 89 و 6 لتر بطلع عنا تسعة وثمانين وستة لتر كل هذا الكلام جبناه من وين من المعادلة ضربنا بالحجم المولي على الآلة الحاسبة آخر خطوة من وين من السؤال السؤال بحكيلي احسب عدد مولات الان او بحط تحتيها سين وأعطاني حجم الان اتش 3 بحط تحتيها أربعة الآن هعمل مقص لمين لأ لآخر خطوتين سين يساوي زي ما احنا شايفين مقص أربعة ضرب تسعة وثمانين وستة على تسعة وثمانين وستة ويساوي أربعة لتر هذا هو حل السؤال إذا حجم إلى حجم سهل جدا ولا إشي بدك تعمل أول حاجة علاقة مولية بين المادة المعلومة والمادة المجهولة حول العلاقة المولية إلى علاقة حجمية عن طريق الضرب في الحجم المولي اللي هو 22 و4 طلع الجواب على الآلة الحاسبة من السؤال شوف مين المادة المجهولة وحط تحتها سين شوف حجم المادة المعلومة وحط تحتها رقم آخر خطوة اعمل مقص وطلع قيمة السين رائع جدا وسهل جدا فش فش أسهل من هيك نشوف كمان سؤال عشان نركز الفكرة احسب حجم اذا سؤال جديد ركز عزيزي الطالب احسب حجم غاز السي او 2 تمام الناتج من حرق 5600 سنتيمتر مكعب من غاز الاستيلين سي 2 اتش 2 في الظروف المعيارية وأعطاني المعادلة اطلع عزيزي الطالب على السؤال مول لمول ولا كتلة لكتلة ولا حجم لحجم احسب حجم إذا المطلوب حجم وأعطاني حجم المادة المعلومة إذا السؤال حجم لحجم سهل جدا حكينا أول حاجة خلينا نوضح مين هي المواد المعلومة ومين هي المادة المعلومة والمادة المجهولة؟ المادة المجهولة CO2 المادة المعلومة C2H2 حط المعادلة أمامك وإيش أول خطوة؟ ممتاز علاقة مولية بين المادة المعلومة والمادة المجهولة يلا نعمل علاقة مولية كم مول من الـ C2؟ آه أول حاجة قبل ما أبدأ أعمل العلاقة المولية أعطاني حجم السي 2 اتش 2 5600 سنتيمتر مكعب، ما بينفع استخدمها عزيزي الطالب بوحدة سنتيمتر مكعب، لازم أحولها لليتر ليش؟ لأن إن أنا عدي بدي أضرب في الحجم المولي، والحجم المولي 22 و4 لتر، إذا يجب في البداية أجهز المعطيات اللي عندي، لو كانت مل، لو كانت سنتيمتر مكعب لازم أحولها لليتر واحد لتر يساوي 1000 سنتيمتر مكعب ويساوي 1000 مل احنا عندنا سنتيمتر مكعب عشان احوله للتر بقسم مباشره على 1000 اذا حجم السي 2 اتش 2 5600 على 1000 بيعطيني 5 و6 لتر اذا اول خطوه تجهيز الحجم اللي اعطاني اياه لاني ما بنفع استخدمه بالسنتيمتر مكعب الان علاقه موليه رائع حنحكي كم مول من السي 2 اتش 2 2 2 مول من السي 2 اتش 2 تنتج كم مول من السي او 2 طلع على الرقم اللي قبلها رائع 4 مول من السي او 2 الان السؤال كما وضحنا مو حجم الى حجم وبالتالي الخطوه الثانيه ايش لازم اعمل رائع احولها من علاقه موليه الى علاقه حجميه طب كيف عن طريق الضرب في الحجم المولي سهل جدا حنحكي اثنين حنزلها حضرب في الحجم المولي حجم المولي رقم ثابت 22 و4 صارت لتر هنزل السهم 4 ضرب 22 و4 لتر ايش الان على الاله الحاسبه الاله الحاسبه طلع الجواب بيطلع عندك 44.8 بيطلع الجواب في عند السي او 2 89 و6 حلو لحتى الان كله من المعادله ضربنا بالحجم المولي على الاله الحاسبه الان من السؤال السؤال بيحكي لي لو حجم السي2 اتش2 طبعا اداني اياه 5600 واحنا حولناه وهينا بدنا نعوض عليه ب5 و6 لتر وطلب مني كم حجم السي او2 وبالتالي السي او2 ححط تحتيها سين الان اخر شيء حنعمل مقص مقص لاخر خطوتين اللي فيهم السين سين يساوي 5.6 ضرب تسعة وثمانين وستة على أربعة وأربعين وثمانية بطلع عنا الجواب إحداعش واثنين لتر إذا بيطلع عنا الحجم المطلوب إحداعش واثنين لتر أعزائي الطلاب الدرس سهل حجم إلى حجم سهل جدا كيف بدي أعمل أول حاجة جيب علاقة مولية بين المادة المعلومة والمادة المجهولة حول العلاقة المولية لعلاقة حجمية عن طريق الضرب بـ 22 و طلع الجواب على الآلة الحاسبة آخر خطوة من السؤال حط المادة المجهولة س حط المادة المعلومة حجمها آخر إشي اعمل مقص س يساوي وطلع الجواب بكل سهولة تمام خلينا نشوف هيك سؤال حلو شوية و يختلف عن الاسئله اللي شفناها. احسب حجم غاز الاكسجين تمام، اذا المطلوب حجم. في الظروف المعياريه اللازم لحرق 12 كيلو جرام بيوتان سي 4/10. اذا السؤال مش مول لمول ولا كتله لكتله ولا حجم لحجم. السؤال حجم الى كتله. عادي جدا وركز معي عزيزي الطالب كيف بدنا نحل السؤال؟ اذا اعطاني طلب حجم غاز الاكسجين واعطاني الماده المعلومه اللي هي كتله البيوتان سي 4 اتش 10، دائما اي خطوه اول ما تشوف معادله كيميائيه حدد موادك المعلومه والمطلوبه، طبعا عندي الاوتو هي الماده المجهوله والسي 4 اتش 10 هي الماده المعلومه. الان اول ما تشوف كتلة عزيزي الطالب اعطاك كتلة وطلب حجم ايش كيف ممكن انا احل السؤال؟ اول حاجة الكتلة اعطاني اياها إيه 12 كيلو جرام تمام؟ كيف ايش بدي اعمل بالكتلة هذه؟ اول حاجة ممكن يخطر في بالنا انه احنا نجيب عدد المولات نجيب عدد المولات عشان كمان شوية نستخدمها في العلاقة المولية تمام؟ كيف بدي اجيب عدد المولات؟ يلا نتذكروا مع بعض قانون عدد المولات، عدد المولات يساوي كتله على كتله موليه، حلو، إذا عشان اجيب عدد المولات اللي هي كتله على كتله موليه اول شيء محتاجه الكتله الموليه لسي 4 اتش 10، إذا اول خطوه جيب الكتله الموليه لسي 4 اتش 10، 10 في 1 زائد 4 في 12 بيطلع لنا 58 جرام لكل مول. ليش انا جبت الكتله الموليه؟ عشان احسب عدد المولات لسي 4 اتش 10 عدد المولات الكتلة على الكتلة المولية الكتلة عزيز الطالب أعطاني إياها 12 كيلو جرام ما بنفع أستخدم أنا الكيلو جرام لازم تكون وحداتي موحدة يعني لازم أحولها للجرام لأنه أنا عندي الكتلة المولية بوحدة جرام لكل مول طب الواحد كيلو جرام كم يساوي جرام؟ يساوي ألف جرام إذا ال 12 كيلو جرام بضربها في ألف بتصير بالجرام فبالتالي أعوض عنها ب 12 ألف ضرب ألف 12 ضرب 1000 بيعطيني 12000 على 58 بيعطيني 206.9 مول، اذا هيك انا طلعت عدد مولات السي 14 ممتاز، الان ايش بدي اعمل؟ اعمل علاقه موليه بين الماده المعلومه والماده المجهوله، يلا نعمل علاقه موليه من المعادله اعزائي الطلاب، كم مول من الاو2؟ رائع 13 على 2 طيب تتفاعل مع كم مول من البيوتان؟ مول واحد لانه ما في رقم امام السي 4 اتش 10، فبنكتب واحد مول سي 4 اتش 10، الان احنا طلعنا عدد مولات السي 4 اتش 10، صحيح؟ والاو2 ما عندي عدد مولاتها، اذا فبنحط عدد مولات الاو2 سين، بنزل السهم، بحط عدد مولاتي السي 4H10 اللي طلعناها 206.9 الان سين اللي هي بتمثل يعني عدد مولات الاو 2 مقص عباره عن 13 على 2 ضرب 206 و9 على 1 بيطلع عندي الجواب 1344.8 مول اذا هيك انا طلعت عدد مولات الاو 2 طب السؤال بده الحجم حجم, حجم الاو 2 كيف اجيب حجم الاو 2 يلا عزيزي الطالب فكر ممتاز على القانون اللي خدناه الحجم يساوي حجم الاو 2 يساوي عدد المولات ضرب الحجم المولي عدد المولات طلعناه بكل سهوله 1344.8 ضرب الحجم, الحجم المولي وهو رقم ثابت 22.4 ويساوي الجواب 30.123.5 لتر وبهيك بكون طلعت حجم الاو 2 بكل سهوله أعزائي الطلاب يعني هذا السؤال مول حجم إلى مول أول حاجة حجم إلى كتلة أعطاني الكتلة الكتلة أول حاجة قمت بتحويلها إلى مولات عن طريق عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية إذا أول خطوة جبت عدد مولات الماء الكتلة اللي أعطاني إياها بعدين عملت علاقة موليه من المعادله تمام طلعت عدد مولات الماده المجهوله طب انا بديش عدد مولاتها بدي حجمها مباشره بروح على القانون اعزائي الطلاب هذا السؤال ممكن احله انا بطريقه تانية كيف يعني الطريقه التانيه الان هو ايش اعطاني هو اعطاني كتله البيوتان مزبوط اللي هي سي 4 اتش عشر اعطاني الكتله ممكن في البدايه إذا حل هذه الطريقة الثانية عزيزي الطالب، قم بحلها بحلها لوحدك، الآن سأقول لك الطريقة وأنت حلها لوحدك، الآن مش إحنا ايه عندنا الكتلة، جيب عدد المولات بالضبط زي ما أنا حليت في البداية، عدد المولات موجودة تمام، اللي هو الكتلة على الكتلة المولية، الآن إعمل علاقة مولية، ثم حول العلاقة المولية إلى علاقة حجمية عن طريق الضرب في 22 وأربعة تمام وطلع الأجوبة على الآلة الحاسبة بعدين طبعا بدنا الحجم الحجم نحط عليه سين والحجم الثاني كيف بدنا نجيبه طب ما احنا جبنا عدد المولات فلما نجيب عدد المولات في البداية اضرب عدد المولات اللي جبتها في الحجم المولي فبطلع عندك حجم السي 4 اتش 10 وبتعوض عنه ومباشره بطلع عندنا الحجم المادة المجهولة اللي هو حجم الاوتو، إذا ممكن السؤال ينحل بأكثر من طريقة، تمام؟ خلينا نشوف الآن تقويم ختامي. وحدة قياس حجم الغاز، حجم أي غاز بإيش بنقيسه؟ رائع، لتر، طيب ما وحدة قياس الحجم المولي؟ الحجم المولي بنقيسه بوحدة لتر لكل مول، تمام؟ لأنه بتكلم عن حجم واحد مول. طب 1 لتر كم تساوي سنتيمتر مكعب 1000 سنتيمتر مكعب وكم تساوي مل 1000 مل تمام ال لتر عبارة عن 1000 سنتيمتر مكعب و 1000 مل ما 1 سنتيمتر مكعب يساوي 1 مل طب الظروف المعيارية ما هي هي 1 ضغط جوي و 0 درجة سيليزيوس الحجم المولي هل تستطيع عزيزي الطالب أن تعرف الحجم المولي الحجم المولي يقول يشغل 1 مول من أي غاز تحت الظروف المعيارية حجما مقداره 22.4 لتر الى هنا اعزائي الطلاب نكون قد وصلنا الى نهايه درسنا لهذا اليوم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته